اخر اواد هو من المنتدى الانساني، اليس هو الدكتور ستيوارت، والاخ هاري من لندن سكول اوف ايكونومي، كليه لندن للاقتصاد والعلوم السياسيه. جامعه لندن. ما اعتقد انا بدي اخذ وقت كثير، الدكتور هاني اهم من هيك بالتمرين، فاترككم مع جلسه الدكتور هاني. بس بدايه الدكتور، هل الجميع اخذ ورقه عن المعلومات في حدا ما اخذ شيء ورقه معلومات هاي الورقه هي عن المعلومات اللي الورشه اليوم عم نتداولها، في حدا ما اخذ اي شيء عن الورقه؟ طيب في هاي كمان بس للجميع حواقهم. الورشه كما ذكرنا هي ورشه بحثيه، تمام، وليست فقط ورشه تصديفيه، يعني جزء كبير منها نحن بدنا ناخذ المعلومات من حضراتكم. فالأخوة في المنتدى طالبين أنه حضركم تقرأوا هذا الموافقة على المشاركة في الورشة، وإذا في حدا حتى عنده استعداد على أنه مستقبلاً المنتدى يتواصل معه، لو سمحتوا تملوا لنا المعلومات وتمضوها. لاحظوا ما إحنا عم نحكي بالديمقراطية، أنه ناخذ موافقة. في البريك ها؟ إيه مش تمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سعيد ان انا اشوفكم النهارده، والجو ربيع، الدنيا ربيع والجو ربيع. ها؟ لا احنا ما بنتكلمش في السياسة، بنتكلم على الجو. طبعا الاستراتيجية التمويل دي انا مش هجيب حاجة مستحدثة انتوا مش عارفينها. اغلب الكلام اللي انا هقوله انتوا عارفينه. بيتقال قبل كده مرات ومرات، خاصة في تركيا، ان كذا مرة نقول للشباب نوعوا مصادر التمويل الجمعيات، هم كانوا نايمين على مخدة واحدة، مخدة جهة واحدة فقط، وحتى في الجهة دي مجاميع مختلفة، كل مجموعة لها فكر معين، وكل واحد كان ماشي ورا مجموعة فكرية معينة ياخد منها تمويل. هنتكلم منتهى الصراحة، وده شيء من الاشياء اللي بتضرب اي جمعيه في مقتل، ان لو حصل خلاف وعندك مصدر واحد للتمويل بينقطع هذا المصدر. فاللي انا هقوله ليس بجديد عليكم، انتوا عارفينه قبل كده. مين اللي طيب طبعا الصعوبات والعقبات دي هنلاقي في بلاد منعت العمل الدولي على الاطلاق. انا مش هذكر اسم اي بلد، لكن انتوا وكل لبيب ولا لبيب بالاشاره يفهم، واللي ما يفهمش هو حر. في بلاد منعت منعا باتا العمل الدولي للمؤسسات، وحولتها لمؤسسات خدميه داخليه، ها، الا عن طريق الهلال الاحمر في هذه البلاد. في بلاد أخرى أصبحت كل التمويلات هي عن طريق الوزارات. ها؟ وفي بلاد مش عايزة أصلاً تعرف إن في مجتمع مدني، سواء كان في بلادها أو خارج بلادها. يعني المجتمع المدني ومؤسساته بيمثل لهم تحدي ديمقراطي أو تحدي جماهيري. ده المناخ اللي هنتكلم فيه. كنا نتكلم في المناخ ده كتير، لكن برضك الناس إيه؟ ما بتفوقش إلا لما السكينة تيجي وتقطع إيه؟ الرقبة. خلاص؟ طبعا في متغيرات كتير حصلت، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. لو احنا بنتكلم على عجالة، آنية، لابد احنا قضية سورية ملناش شعب مستقر في مكان واحد نستطيع من خلاله او من خلال فعالياتي او من خلال مؤسساتي او تشكيلات هذا الشعب يعمل يجمع منه تبرعات. يعني احنا بنتكلم مثلا على دوله عربيه زي الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا المملكه ولا السعوديه ولا في شعب قاعد، وفي دوله وفي وطن
في مجتمع ممكن انت عن طريق ابناء هذا الشعب تجمع التبرعات بالطريقه التقليديه. هنا بنقول ده تحدي اللي هو الاونلاين دونيشن. اونلاين دونيشن از ا جلوبال دونيشن، يعني اللي هو استراتيجيه تحويل مؤسساتنا او طرق جمع المال عن طريق الانترنت وعن طريق السوشيال ميديا. ليس لنا فيها مفر على الاطلاق، شئنا ام ابينا. كان المفروض ده يتعمل من اول ما القضيه السوريه بدات تظهر على الساحه الدوليه من 6 سنوات، لكن احنا برضك نمنع على مخده عزيزه، وعزيزه ودتنا الحسنيه، وحسنيه ودتنا العليه الى اخره. ولا في عزيزه ولا في حسنيه ولا في بهيه. الاغنيه بتاع بهيه بتقول ايه؟ انت مستنطق. فالسوشيال ميديا دي بيجي لك تبرع وانت هنا في اسطنبول من كندا، من امريكا، من موزمبيق، اي حته في العالم. كمان مراقب. ما كله مراقب. طالما انت من الاصل نظيف وشغلك مظبوط ما يهمكش مين اللي بيراقبك. وده نقطه ثانيه هنتكلم فيها. فالحياديه والشفافيه والحاجات دي كلها. انا ما بقاش ملخبط الدنيا في كل حته وعايز الناس تساعدني، مش حدش هيساعدك، الناس عارفه انت مين. ولذلك السوشيال ميديا دي تجيب يعني ويمكن في المصريين انا بضربهم، كنا عاملين ورشه في غزل عنتاب، وكان في معانا زايد الروني من كندا، اسلامك ليه في كندا، وكان في مؤسسه بنفسج، عارفين بنفسج؟ ها؟ بنفسج عن طريق شيخ من المشايخ اسمه مش عارف عبد الله الشريف او حاجه زي كده، جمعوا $250,000 من هو اداهم ستيتمنت عشان الناس كل احباب الشريف تبرعوا لبنفسه. كذلك الاسلام كليف كان عملتها ان هو جابوا شيخ وعلى المستوى او شخصيه وعلى المستوى ده، فكل على الفيسبوك بتاعه حطوا فلوس عنده. فزي انت بتجد لك شخصيه مرموقه بتعلن عن الجمعيه عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اي حد يتبع لك، مسلم، مسيحي، علماني، ليبرالي، اي حد. وللاسف اغلبنا او اغلبكم يعني رايحين على قضيه فكريه واحده، وده خطا. العمل الانساني لا يحدد نفسه بقضايا فكريه واحده، بل ينتشر لكل الناس لانه في اطفال واسع ويسع الجميع. بس سؤال، هل في اشكال بالتصوير؟ لا انا ما عنديش مشكله. هم لا هم اذا بدنا ناخذ صور حدا عنده اي اشكال؟ بس صور حلوه. We taking some photos. Is it okay? Is it fine by everybody? فواضح ده. فالسوشيال ميديا دلوقتي انت بتتكلم على حاله طارئه، حاله طارئه لابد اليوم مش غدا ان احنا اهملناها واعتمدنا على الطرق التقليديه القديمه. فينا 4 مراحل ممكن نخش فيها. احد الاشياء التي حملت الاغاثه الاسلاميه في 2001 انها فتحت الابواب في 1991، يعني قبل 11 سبتمبر ب 10 سنين. فالناس شافوها. فتحت الابواب لمين؟ لاي حد. انا دلوقتي انا بقول لك اللي حصل التجربه العمليه. بمعنى ايه؟ بمعنى كنا بنحضر كل المؤتمرات، كنا بندعو الناس، كنا بنتواصل، كنا بنطلع رسائل الى اخره. فلما جت 11 سبتمبر كان ليك اصدقاء. الشراكة عمرها ما تتبني وفي حالة طارئة، الناس يخافوا منك. أنا كنت في دولة ما وحبوا يطلعوا مبلغ 10 مليون بعد أزمة معينة. فبعد ما جت الموافقة الأساسية أو الأولية، أصحاب المؤسسة الكبيرة الدولية المرموقة دي كشوا وخدوا خطوة للخلف. يعني إيه؟ أنت هتديني 10 مليون دولار دلوقتي وفي أزمة، طب ليه؟ فالشراكه تتعمل والدنيا ايه زي ما انا قلت في الاول خالص، الدنيا ايه؟ الدنيا ربيع والجو بديع والحاجه حلوه. لكن تيجي شراكه تضربنا الناس بتخاف. لازم الناس تعرفك وفي امن وفي استقرار وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. والشراكه عمرها ما هتتبني بصوره او بتبرع. اسمها منها. بناء الشراكات بياخد مرحلة طويلة
اكتبها هنا هو الاندماج دي بقى مهمه جدا. احنا عندنا هنا في تركيا ما لا يقل عن 2000 جمعيه سوريه. صح؟ في روايه 4 وفي روايه 1000 ونص يعني 4000 1000 مش مهم. اكتر من اي من بعض الدول العربيه. بس يعني ايه؟ نحسدكم على ما انتم فيه. اغلب الجمعيات بتشتغل بطريقه اما عشوائيه او تقليديه. صح؟ عارفين السكر والزيت والسمنه والايتام واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. عارفين ميزانيه الجمعيات دي كلها وهيكلها الداخلي. هياتي وقت هيكون لزاما علينا اننا نندمج. كل جمعيتين او ثلاثه يندمجوا مع بعض. اللي احنا بنسميها بالانجليزي ميرجنج. ميرجنج بمعنى ان كلنا من اجل القضيه السوريه او القضيه العراقيه او القضيه اللبنانيه نعمل جمعيه واحده. هي اداره واحده احنا الثلاثه، مش كل واحد عادي على جمعيه 100,000 دولار. او 200,000 دولار وانا عندي جمعيه. لان احنا بنخدم قضيه ما بنخدمش جمعيه. نخدم قضيه ما بنخدمش جماعه فكريه. نخدم قضيه ما بنخدمش عرقيه. بيخدم قضيه بيتنازل عن جزء من شخصيته الاعتباريه. علشان القضيه نفسها، فالاندماج في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده والوقت اللي احنا شايفينه في الدنيا بقى شكلها ايه؟ بيكون احد الفرائض اللي احنا المفروض نبتدي نفكر في عملها. يعني في جمعيات كبيره جدا في اوروبا وفي بريطانيا اندمجوا مع بعض. ليه؟ لان الدعم قل. فحسوا عشان ما فيش مصاريف اداريه قويه عاليه اندمجوا مع بعض مع قله الدعم. فالاندماج ده اصبح فرض عين. لان مصادر التمويل الاحاديه اللي احنا كنا بنعتمد عليها بدات تنضب او نضبت مع التغيرات السياسيه في كل المناخات الدوليه. الاندماج مهم جدا والمرجنج. النقطة الثالثة اللي احنا في تركيا هنا هو لابد مؤسساتنا تكون مؤسسات تركية وقفية ليها كل الاعتبارات. مش احنا عايشين في تركيا ممكن في يوم من الايام نكون مواطنين اتراك. ممكن. ننسى بقى ان احنا جايين شهر وشهرين وهنمشي لا، نفكر ان نحول مؤسساتنا اللي هي العشوائية دي إلى مؤسسات ليها حيثية قومية وطنية فيها ايه الاتراك معانا الى اخره. الامور دي اصبحت كنا بنتكلم فيها من سنه او اكتر من سنه لكن اصبحت دلوقتي ايه؟ فرض عين. فرض عين وخدناها صيد حياه لكن هو ده الايه؟ للاسف لو كنا عملناها والدنيا ربيع من سنه او سنتين كانت ايه الامور مشيت. لكن لا بنسمع كلام سعاد حسني ولا حتى فريد الاطرش بيقول لك قد الربيع عاد من تاني. مش كده برضه؟ وبعدين الربيع فيه خريف وفي شتاء وفي ايه تاني؟ والله هو حسب البلد. احنا عندنا ربيع خرز. احنا ما فيش يوم من ايام السنه اللي فيها ربيع. خلاص كده زعلان انت؟ يبقى هنا هو نخلي مؤسساتنا تركيا عشان يكون لها حيثيه قوميه. نستفيد بكل الامكانيات اللي موجوده. الامر الرابع في النقطه دي بالذات اللي هو الافاق الاخرى. في اوروبا ده انا في بعض المؤسسات السوريه هنا تعبت من عقليات متحجره لاشخاص فاتحين مسجلين مؤسسات في دول اوروبيه مش مفعلينها. يا اخوانا طب سجلت ليه؟ فتبتدي تسجل لك في بعض الدول الاوروبيه او الامريكيه او الكنديه او طبعا هنتكلم عن تركيا هنا هو او في جنوب افريقيا برضك فيها حركه الى اخره. دي دول مستقره. يقول لك شركات مع دول كبيره جدا او بروناي اشرح لكم بروناي وبالك اندونيسيا الى اخره الى اخره. حتى باكستان ممكن تجمع منها تبرعات لو انت عملت مؤسسه وطنيه باكستانيه. وباكستان فيها 170 مليون نسمة. يجمعوا لك زي ما انت عايز. يعني ايدي ده الله يرحمه اللي مات ده عمل اكبر شبكه من شبكات اللي هو عربات الاسعاف بدا من الصفر وراجل غير متعلم. كان بيجمع الايه مئات الملايين من الدولارات من
باكستان من باكستان. يعني بنتكلم ان هو بناء الشراكات مع المؤسسات اللي زي حالنا وبلد او المؤسسات الدوليه. الاندماج مهم 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 جدا. ان خلاص قضيه اكبر مني احط المكان بتاعتي مع جمعيه اخرى ونتفق مع بعض على تحديد هدف محدد، وبعدين نحول مؤسستنا لمؤسسات وطنيه هنا هو، وبعدين استطعنا ان في بعض المؤسسات السوريه اللي موجوده في بريطانيا مثلا تجمع 17 مليون و12 استرليني. مش بنتكلم ازاي؟ بنتكلم دول بداوا من 3-4 سنين وغيروا اسمائهم وشالوا كلمه سوريا منهم وشالوا العالم اللي احنا حاطينه عشان بس اللي على راسه مدحه يحسس علينا، وتحولوا من مؤسسات ليها توجه سياسي لمؤسسات انسانيه وعفى الله عما سلف. يجمعوا دلوقتي كام؟ 12-13-14-17-20 مليون. واحنا قاعدين معورين نفسنا في حاره، ليه؟ والقضيه اكبر منك، من الحاره ومن الشارع ومن كل الجامعات اللي موجوده هنا. يعني بنتكلم عن 7 مليون نازح داخل سوريا فقط. ده غير الاربعه او الخمسه مليون ده على الحدود. غير اللي احنا مش عارفينها ايه؟ لما تيجي تتكلم عن جمعيه راس مالها او دخلها 200-300 ألف دولار، انا بعمل هش ولا كش ولا بش. يبقى شئت ام ابيت لابد ان اندمج وان اتنازل عن عنطريتي وعن غروري ان انا بس اللي بشتغل، انا اول واحد، انا انت ولا شيء او انا ولا شيء. لان صاحب المال اللي عندنا ده هو اليتيم اللي مرفوع المرمي في الزعتري ولا مرمي في عرسال عندكم في لبنان ولا مرمي في اي مكان هنا. ده اللي بيدفع المرتب بتاع الجمعيه اللي بتتخانق عشان الشعار بتاعها او تتخانق عشان اسمها او تتخانق عشان حيثيتها. واضحه النقطه دي؟ طبعا قسم اعلامي فعال، انتوا عارفين اكتر مني، يعني بكل انواع الاعلام المتنوعه. بكل انواع الاعلام المتنوعه. اغلب مشاريعنا مشاريع اغاثيه. لان المانح بتاعنا اللي هو اسمه عزيزه ولا اسمه حسنيه ولا اسمه عليا ولا اسمه بهانه، مش كده برضه بهانه؟ بهي ولا بهانه؟ ما انا احب بهانه، واخد بالك؟ عايز دي يصحى من النوم الصبحيه يقول لك اعمل ده. الكلام ده كان فيه اكتر من سنتين يا اخوانا. اقفوا مع بعض وقول مانح لا. لان كل واحد مننا كان بيجري من ورا ظهر الثاني عشان ياخد فلوس المانح. بس بعدين يا دكتور مقاطعه في الحته دي، يعني ليس كل اتجاه المانحين الى الاتجاه الاساسي. يعني انا كل هذا ولا اشتغلت في جهه منها. احنا في الرحمه العالميه في الكويت من حوالي 4 سنوات اعطينا ورقه لاعاده الاعمار. يعني في قله. في خلة. بس هو التعاطف مع الازمات اللي بتحصل هي اللي بتحرك الشعوب العربيه. انا ما عنديش مشكله. في قله، انا بقول لك ايه، الاصل كان في غالبيه المانحين ليهم ثقافه معينه في الوقت ده اللي هو الايه؟ الاغاثه. حاليا لابد احنا نتحول من الاغاثه للمشاريع اللي بتتكلم عنها دي، مشاريع تنمويه او مشاريع مستدامه. الكلام ده احنا يمكن انا فاكر من سنتين او اكثر كان في مؤتمر للقضية السورية في قطر، سألت سؤال واحد، قلت لهم يا اخوانا عندكم حاجة اسمها احتياط استراتيجي؟ لو وقفت الحرب دلوقتي تستطيعوا ان تخشوا تعملوا حاجة في سوريا؟ كله رفع ايده. ايه؟ مش عارفين. يعني انت كل سنة طلع لك 3-4% او 5% حطهم على جنب. خدنا بيها فتوى بعض المشايخ. وقال ما فيش مشكلة، ما يبقاش وقفي يبقى محبوس لانتهاء الأزمة ويصرف بعد انتهاء الأزمة. فبالتالي في أماكن في الدولة اللي فيها صراعات مسلحة آمنة اشتغل فيها. تعرف تبدأ من أول يوم مع طلقة الرصاص أو المدفع تعمل عمل تأهيلي وتنموي. ده معنى إيه؟ مع انك تبني قدرات بناء المجتمع من الداخل عشان يبني الوطن بعد كده. ما استناش لما التلفزيون يمشي
والاعلام يمشي ها واقوم من النوم انا الاقي ما فيش فلوس ايه عند حد. في اماكن امنة نشتغل فيها، بس دلوقتي حاليا اصبح علينا فرض عين ان هي نتكلم عن التنمية المستدامة ونشتغل فيها زي ما حضرتك ايه تفضلت وقلت الى اخره. واضح؟ دي بقى ارجع اقول تاني مرة ثانية، احنا ليه ما بننفتحش على الخارج؟ ها؟ يعني احنا ما بنعملش حاجة غلط، لو احنا بقى بنعمل حاجة غلط مش هننفتح. هنشتغل في الضلمة كده. الأمم المتحدة مؤسسة هي المؤسسة العالمية الوحيدة اللي موجودة في العالم. اتحاد أوروبي إقليمي على حسب قارة معينة، اتحاد أفريقي على حسب قارة معينة، اتحاد آسيوي على حسب قارة معينة، الجامعة العربية على حسب مجموعة الدول العربية إلى آخره إلى آخره. حتى الـ OIC اللي هي منظمة التعاون الإسلامي اللي بس الدول الاسلاميه الاعضاء اما 56 او 7. اما الامم المتحده ودي العالم كله اخش فيها واغلب الناس اللي فيها بني ادمين زينا وزيكم، واغلب القرارات اللي بتاخد هناك بحيثيات القرار بتطلع ايه الناس اللي بيطبخوا القرارات داخل الامم المتحده في توجهات دول، لكن في منافذ للمجتمع المدني قويه جدا داخل الامم المتحده الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات اللي عندكم مسجله في اوروبا من حقها تاخد دعم من الاتحاد الاوروبي. حقها تاخد دعم، اتفضل اتفضل. ليه؟ لانه هو بيدي بيدعم المؤسسات ايه؟ الاوروبيه اللي هي مسجله داخل اوروبا. واخدين بالكم؟ وكل واحد بيدعم ايه؟ المنطقه بدعم. لذلك هذا الامر اللي هو الانخراط او انضمام المنابر الاقليميه والدوليه مهم مهم مهم. لو ما عملناهوش لابد نعمله ونعرف ابعاد العمل بتاعه بيمشي ازاي. في بس نقطة أنا نسيت أقولها عشان بس ما حدش يجي يقول لي طب ما الأمم المتحدة بتجمع الزكاة وبتجمع الصدقات صح؟ في رمضان ده في ست قال لي أنا كلمت بعض الناس فيهم قالوا عندنا 16 فتوى من 16 عالم، انا لازم اقولها كده على المدى دلوقتي. سمحوا لنا بجمع الزكاه من المسلمين. النقاش ده يا شباب بدا امتى؟ احنا بادئين في معركه الحرب على الارهاب اللي هو جزء منه اللي هو تحويل الاموال اللي احنا هنتكلم فيها النهارده دي. يمكن اكثر من 10 سنين. اكثر من 10 سنين، يا اخوانا اللي انتوا بتضيقوا واسع وعشان كذا كذا الى اخره. طيب حللنا المشكله. فالمشايخ اللي قفلوا دول بدل ما يشوفوا مشاكل الجامعات العربيه والاسلاميه في تحويل الاموال يقولوا طيب عارفين في مشكله عندهم حلوا لهم المشكله وبعدين يديكوا الفتوى. وما ادوا الفتوى الشرعيه ما اعتقدش ان فيها اي شيء غلط. لكن الغلط ان الفتوى المجتمعيه اللي موجوده تقول ان الفتوى الشرعيه دي ده وقتها خاطئ او وقتها غير مناسب. لماذا؟ لأن كل الجمعيات العربية والإسلامية عندها مشكلة في تحويل الأموال. فأنت ما تجيش تجيب مؤسسة عملاقة تكون بديل لمؤسسات زي مؤسستكم. لا هنخلي أسئلة بعدين. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء نجد إن في فتوى صح طلعت أو 16 فتوى أو 20 فتوى أو 30 فتوى أو 40 فتوى. مفيش مشكلة من الناحية الشرعية، لكن الناحية المجتمعية خطأ. لابد ان تستشير الجمعيات اللي هي لها عمل وعندها مشاكل قبل ان تصدر الفتوى الشرعيه. ده بس انا قلت انا كاتمها في قلبي من زمان لكن لازم تتقال علشان الناس يكون لهم موقف. من موقف مش من مين؟ مش من الامم المتحده، من من افتوا بهذه الفتاوى لانهم لم يعلموا ولم يريدوا ان يحلوا مشكله الجمعيات العربيه والاسلاميه اللي هي كل البنوك خانقاها. علشان ما تحولش اموال هي اسمها اسلامي او جايه من الدوله الفلانيه او القضيه يعني اي حاجه فيها سوريا دلوقتي بلوك ما تحولهاش. اي حاجه فيها افغانستان بلوك ما تحولهاش. اي حاجه فيها مش عارف ايه العراق ما تحولهاش الى اخره وهكذا. فلذلك لابد نقول للمشايخ دول جزاكم الله خير بفقهكم الشرعي، لكن في فقه اخر مجتمعي بيقول لك حذاري ان تصدر فتوى شرعيه
دون معرفة أبعاد هذه الفتوى على المجتمع في هذه المرحلة بالذات. ولا ألوم من جمع المال قدر ما ألوم من أصدر الفتوى. نقطة بقى أنا هفتح النقاش بعد شوية عشان هي طولت عليكم. الشباب والنساء مش ممثلين عندنا، يعني النهارده كام واحد؟ 4 7 8 12 16 1 من 16 يعني 6%. بالرغم ان المرأة بتمثل 50% المجتمع. انت احنا نعتبرك شباب انت وانت انت شيخ او شباب. يعني الشاب الصغير هم اتكلمنا في اول نقطة عن السوشيال ميديا. انا ما اعرفش سوشيال ميديا. اجيب حد من ولادي او كذا وكذا يساعدني. في تتابع في دوالي يعني عشان انا ابتدي اغير البرنامج بتاعي في بتاع التليفون بتاعي اقول له تعالى يا حسن تعالى يا عمر تك 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 طبعا انا عندي الحسن وعندي عمر عشان نجمع ما بين الايه؟ الحسنيات وعندي فرق وعندي فرق عيش ريح صلى الله هنجيب عيش بس طبعا هنجيب مين تاني؟ هنجيب امي اسمها زينب كانوا دلعوها لها زينب اسمها نفيسه برضك يعني قال لك بعد كده بقيت العيلة خد بالك فالشباب مهم جدا اللي احنا بنهمله اللي هو جزء كبير جدا منه بينتقى او بيستقطب من جامعاته والنساء طبعا الى اخره. الهكريه الداخليه دي خطيره جدا هحطها في الاخر عشان نحاول نختم بيها نقدر في نقطتين ثانيه بعد كده. واللي انت بتتكلم بقى عليها اللي هو مش انت قلت لي الاول خالص يا اخي حضرتك زي ما شايفين لو انا هكلمي مش مظبوط ولا انا حاطط لهم كلهم ما هماش انسانيين وملونين دول اسود ودول احمر وكذا 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 خلاص الناس مش الناس بتتفرج عليك على اسماء فلذلك احنا بنيجي نسجل اي جمعيه في اي مكان في العالم بنحط نرد الاسماء دي في بعض الجهات عشان نشوف ايه كيف صنفت هذه الاسماء. بالك العاطفه شيء والعمل مع المجتمع الدولي شيء ثاني. المجتمع الدولي ليه مناخات وثقافات وسياسات وفلسفات فكريه مختلفه. ومن اراد ان ينفذ للمجتمع الدولي لابد ان خلاص حط ناس حطوا منظومه معينه. انا ما كنتش فيها في يوم من الايام. لان لغايه 20 سنه فاتت كنا بنشتم، انا من الناس كنت بشتم من بعض الشباب اللي يقول لك يا عم انتوا خلاص انتوا بعتوا الدعوه، انتوا بعتوا الدين، انتوا بعتوا كذا، خلاص انا خلاص يعني انا كفرت الحمد لله. بقيت كافر دلوقتي. ردني على الاسلام. ها؟ ردني مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله. دخلت الإسلام دلوقتي؟ واخد بالك؟ فالمناظرة بس هذه الأشياء لابد نعرف ولابد الشخصيات الكبيرة دي تتنحى عمل الإنسان. تتنحى واستعمل اسم بدي قول له أنت خطر على عمل الإنسان. أنت خطر على عمل الإنسان. تنحى خلاص. جزاكم الله خير قمت الدور. انا شخصيا ما كانش ليا وجهه سياسيه معينه لكن بعد 25 سنه في الاغاثه تركت رغبه مني ان المؤسسه تمشي ومشي بقى احسن لسه واخد جايزه من يومين بتاع ايه بتاع من هقول لكم عليها بعد كده جايزه هي المؤسسه المسلميه الوحيده واحد عشر مؤسسات في العالم خدت الجايزه دي لسه من يومين ثلاثه قبل كده في الشباب الاغاثه الاسلاميه كنت فيها زمان فهمت؟ فهمت انت اللي بتصورني؟ صورني وانا حاطط صباعي كده على فيسبوك واخد بالك؟ فلابد يقول الشيخ ده جزاكم الله في شيخ من المشايخ قفل العمل في بلده على كل الجمعيات على كل الجمعيات لانه قال خطبه عنتريه في دوله معينه، دوله مانحه خرب الدنيا كلها ومش مختلف انه اخطا. اقول له ايه ده؟ على راسك بضحك على راسك بضحك كده كل لبيب من بالاشاره دي فهم طيب خلاص جزاه الله خير اللي مانع ده انت قمت معوض اما السفاره بتاعتك جزاه الله خير طز فيهم بكل اللي عمل في المنطقه دي خاصه مع المجامع دي والناس بيصوتوا دلوقتي بيلفوا العالم كله عشان يجيبوا ربع اللي كان يمنحوا لهم هذه المؤسسه فدول يعني نحترمهم ونوقرهم ونقول لهم اشتغلوا انتوا في مجال غير مجال الانسان. هذه المعايير الانسانيه قلت فيها انا محاضر عندكم في لبنان استنى دي مشكله والله مش فاكر واخد بالك اللي هي الحياديه والشفافيه
والاستقلالية واللي كذا واللي كذا. مش هنعرف في جلسة. ها؟ دي سبعة مبادئ. في جلسة ناخد قرار. وفي ناس قاعدين في غرفة تانية هم أصحاب القرار. ريحنا يا هم. ده في الشفافية والحيادية والاستقلالية. فمعامل اللي هو تأسيس العمل الإنساني. لأن أصبح كل شيء دلوقتي معروف ومش شاف وعلى عينك يا تاجر. مش كده يا وجه؟ ده كده خلصت ولا إيه؟ لا لا والله خلصت. طيب يبقى احنا بس نلخص الكلام ده كله. لو احنا في شيء آني سوشيال ميديا من اليوم نعملها استراتيجية ونشتغل فيها وبعدين نخش في النقط اللي هتاخد شهر وشهرين وست أشهر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. انا كم الساعه كم دلوقتي يا فادي؟ 10:00 يعني استناش بتاع 25 دقيقه. لا اذا الناس بدها تسال اسئله. لا لا على الجلسه. ايوه الجلسه 25 دقيقه مش لازم. انا ممكن اتكلم لبكره. انا عارف اغني لام كلثوم. دي الوصله الاولى يا ست. ناخد استراحه والوصله الثانيه جايه. خلاص اللي عايز ايه يسال يسال وعايز يتكلم يتكلم. الكلام مباح. انت حامي كده شويه خايف من سيدي السيد البدوي. خلي بالك انا اذا كان السيد البدوي شيعي فانا شيعي. اه لا بس يعني النقطه اللي الفتاوى ال 16 عالم اكتبوها معانا الدكتور عبد الناصر اللي هو راجل متخصص في اكل الدكتور. انا اعتقد انها خطر يعني اموال الذكاء. لا اتعرف ليه؟ لان انا لست فقيها في الفقه الشرعي لا استطيع ان افتي فقه وشرعي. انا بتكلم في فقه ممكن اموال الزكاه ممكن الصدقات ممكن الله اعلم يعني ما لا افتي ولكن يعني بفكر لان المسلم مقاري. ده لا هو مش 16 عالم هو 16 فتوى. 16 فتوى يبقى ده ممكن ما اعرفش كم عالم ممكن اكثر من 16. فحته تسليم اموال الزكاه لجهه هو شوف اللي انا بتكلم فيه ايه؟ انا بتكلم فيه يمكن الكلام ده انا كنت مدعو في تونس من سنتين اللي هو جلوبال سوشيال فورم اللي هي المنتدى الاجتماعي العالمي. فاتكلمت في حاجه زي كده وطلعت حاجه اعوذ بالله مش عايز يمني عليها مش انا طلعتها. طلعت حاجه من مكان ما من مخ ما او مخيخ ما اسمها الفقه المجتمعي. فقه المجتمع ده معناه ان كل واحد فينا متخصص في الزاويه بتاعته في المجتمع يستطيع ان يفتي فيه. لان تفتكر انت مثلا كان دايما يقول لك في الدساتير ايش الفقيه بتاع الدستور اسمه السنهوري رحمه الله عليه في مصر. لو احنا احتاجنا في الفقه المجتمع ده لفتوى شرعيه ممكن نرجع لمرجعيه شرعيه. لكن الاصل في الفتوى المجتمعيه هي من المتخصص في هذا العمل في المجتمع. لان المتخصص العام ده المجتمع هو اللي يتكلم فيه. لو احتاج المتخصصين دول في مجال ما في الطب في الزراعه في العمل الانساني في العمل السياسي فتوى شرعيه يبقى في مرجعيه شرعيه والعكس غير صحيح. اتفضل. دكتور لما احنا بنحكي على مشكله تحويل الاموال للمناطق اللي فيها نزاع خلينا نطلع شويه على المناطق اللي فيها نزوح وليس فيها نزاع. ايضا المشكله كثير كبيره. هل هذا موضوع السياسات الماليه اللي هي عم تنحط بهالايام اللي هو التضييق على الجمعيات الداخليه، هل هي بدور السياسات الاستراتيجيه لتدمير هذه المجتمعات مثل ما بنشوفها عاده بالاعلام او يقال انه يجب تقسيم العراق وتقسيم غزه والفضل في الله والى ما هنالك؟ ليش هالحرب الكبيره على موضوع المساعدات وليش تدمير المجتمع والعمل على اضعاف النازحين يعني من الناحيه الاخلاقيه والتعليميه وحرمانهم من كل الامور حتى يوصل لمرحله الانفجار الاخير يعني بلشنا عم نشوف بوادر هذه الازمه. طيب حضرتك بتتكلم على الكلام الاخلاقي في عالم تنازل عن القضيه الاخلاقيه او القضيه القيميه. العالم حاليا بيحارب شيء اسمه ارهاب لم يوضع له تعريف الى الان. انا لذلك انا بقول لك ايه قول لي ايه هو الارهاب علشان اقول انا مش ارهابي الى اخره. فانت ذهبت العالم عالم بيحاط بسياج اسمه اسلاموفوبيا. بالك الكل بيخاف من بعض المسلمين اللي بيخرجوا يعملوا اعمال غير كريمه ليس لها علاقه او صله بالاسلام. ففي ناس بنت مؤسسات قويه
صح؟ استطاعت هذه المؤسسة كانت إعلامية أو بحثية أو فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو أي حاجة سينما كذا 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 أنها تنشئ مناخ معين. أصحاب القضية ما عندهمش مؤسسات عشان نتكلم بس نكون منصفين. أصحاب القضية ما عندهمش مؤسسات تضاهي المؤسسات الأخرى صاحبة الفكر الآخر. أصحاب القضية عايشين في دول هي أصلاً بتحارب المجتمع المدني وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني. بعدك فأصبحت هي تكمم أفواه المجتمع المدني. فلأن أنت ليس لك صوت بتوصل للمرحلة اللي أنت بتتكلم عنها حالياً دلوقتي وكل كذا وكذا 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 وكذا. في العمل الإنساني أنا لا أريد أن أنساق وراء التحليلات السياسية أفهمها لكن لا أنساق وراءها، أفهمها لكن لا أعلق عليها في الصفحة بتاعتي، أعمل عنتر وعبلة وما ينفعش. لماذا؟ لأن في قوانين جاية طالعة حاليا من بعض الدول أصبحت مقننة لمراقبة أي حد بيكتب أي شيء على الصفحة بتاعته، خاصة إن انتمى لجمعية ما. تقول لك الجمعية ده فكرها، لأن ده مثلا رئيسها كتب كذا أو ما أو مديرها كتب كذا أو موظفيها كتبوا كذا، فأصبحت إمكان إدارة المصدر ده أكثر من مرة إن بنتي لما كان مشرف الأمم المتحدة في مصر كانت ماسكة ملف السوري مع الزمالك، مش مهيألي ماسكة يعني كانت شغالة على الملف السوري. أول شيء قالوا لها ممنوع تنزلي في المظاهرات، ممنوع يكون لك أي رأي سياسي، سواء كان على إيه؟ ده سياسة المؤسسة علشان ما تخش في متاهة. احنا بقى كلنا وكل واحد فينا عندنا 50 موظف، كل واحد فينا ايه رأي رأي، وده اللي بيفصل. فين السياسة الموحدة اللي على أساسها الناس حتى ايه هتحاسبه؟ والله ده البوليس بتاعتي وده رأيي الأساسي، وعلى هذا الأساس كل موظف عندي بيلتزم بهذه ايه المعايير الإنسانية أو المعايير القيمية أو المعايير الاجتماعية. فذلك خلي بالك احنا مش كل شويه هنيجي على الاخرين ونجلدهم، لا، انا قلت ان انا اخش على نفسي واشوف انا عملت ايه، والصور اللي انا بحطها عندي، الكلام اللي انا بقوله، والشركاء بتوعي الى اخره. بس ابداوا، الاندماج دي خطيره. احنا في بريطانيا حاليا وانا بتكلم معاكم بنفكر في دمج مؤسسه او اتنين مع بعض، واحنا فين؟ واحنا عندنا ارض مستقره ودوله مستقره وكذا وكذا. ليه؟ لان مفيش فلوس ولازم عنتر ده يبقى في كل حته، وجايبين كونسلتنت عشان نشوفوا الدم ده هينفع ولا مش هينفع. انتوا هنا هو لان الامر اكتر يعني شده او ضراوه واصبح فرق، لا لابد ان انا نفكر في الاندماج سواء كان اتحادات أو جمعية. مش عامل 7-8 اتحادات وكل اتحاد عامل لي فيها مش عارف أنا عندي 70 جمعية، أنا عندي 100 جمعية، أنا عندي 200 جمعية، وبعدين الأوت كام إيه؟ النهاية إيه؟ الأثر إيه؟ الأثر هو صرف المال اللي هو الطفل اليتيم دي أو الأرملة أو اللي كذا، ده الأثر عادة. يقول لك آه، وبعدين عملية عمل الإنسان مش أكل وشرب، جزء منه الأكل والشرب. السوريين دلوقتي طهقوا وزهقوا، لكن في بعض التجار قالوا لي انا خلاص زهقت من ان انا بطلع فلوس كل سنه للاغاثه، اعملوا لي اي حاجه ثانيه. بعد 5 سنين خلاص هيطلع لامتى؟ فلذلك ده اللي احنا بنتكلم عنه عشان نغير الفكر بتاع المانيا. اتفضل. اخوكم عبد الباسط عابد من عبد الباسط صبر. طيب مت من 20 سنه الله يرحمك. شو الدنيا ولا من جمعيه حياتي ولا أفضل شيء حيبقى العربية شكرا. استعرض الدكتور نقطة الانضمام إلى المنابر الدولية والأقليمية، ممكن تعطينا بعض البوابات اللي احنا كمؤسسات من خلالها ندخل هيك منظمات أو دولية أو أقليمية في المنطقة؟ المؤسسة الأكثر مؤسسة متاحة لكل الجامعات هي الأمم المتحدة. هي مجلس الاقتصادي الاستشاري للجامعات غير الحكومية اللي بيسمح بدخول مثل هذه المؤسسات للمجلس ده. احنا خدنا عضويته كأغلاس إسلامية في 1993. بالك يعني من كام من يعني شوف شو بالك من كام عاوز بنام شادي من كام 25 سنة. أنا بس حاسس حكيم أنا دي.
ان انا مريض مريض بالألم. نحن هذا نحن الكبير وانا نحن الصغير ونحن متنحنحين جميعا من 25 سنة. بس فكرنا فيها قبلها بسنتين ثلاثة. انت بتتكلم من 28 سنة واخد بالك، انت فكرت تخش المجتمع الدولي واصبح ليك حيثية دلوقتي. كان ساعتها الدنيا ربيع وجوابية مش كده برضك؟ كان كنا مؤمنين باغاني فريد الأطرش وسعاد حسني مع بعض عشان كلمة ربيع واخد بالك؟ وما زعلش انت عم بتاع السيد بدر واخد بالك؟ وما نتكلم حاجة زي كده، هو انت بتفكر للمستقبل. هنا بنرجع نتكلم عليه عن الرؤية واخد بالك؟ وعن الرسالة بتاعتك وعن القيم وعن المبادئ بتاعتك في المؤسسة. انت كل شوية هتعمل لي رؤية؟ احنا يعني لما بدأنا نفكر في دخول الأمم المتحدة كان الكلام ده في سجلنا ده اشتغلنا في 84 وكنا في 88 بنفكر نخش الأمم المتحدة. يعني احنا لسه بنحبه لأن أعتقد هي مجرد خطوة أولى في مسيرة ليس لها نهاية. فدخلتها في 93. في بعض الجمعيات اللي أنا أعرفها حاليا من بعض الدول، أحد الدول كل ما أقدمه أحد الدول الإسلامية كل ما يقدموا يوقف لهم الطلب بتاعهم. لان في الجلسات دي كلها لابد ان كل الاعضاء اللي موجودين يوافقوا. كلهم لازم يوافقوا. الامم المتحده مؤسسه دول. كلهم يوافقوا الاعضاء. واخد بالك؟ فلذلك انت تشوف ايه وبعد الناس بقى بتشوف يعني لما جينا قدمنا واخد بالك يعني كان امر لسه هادي. لكن مع ذلك جابوا كل الاوراق وكل المستندات والميزانيات وكذا وكذا وكذا. وقضينا اسبوع غير عادي في نيويورك الى ان ربنا كان ساعتها قال البوسنه كنا متبرعين. كنا ارسلنا للامم المتحده تبرع 300 طن. سنه كام يا رجاله؟ 93. اللي فسق فسق واللي شتم شتم واللي قال لي انت نزلت. في واحد جاي البيت من كام اسبوع وقال لي انت نزلت عن جزء من مبادئك اللي ايه؟ ما رضاش يقول بس الشرعيه. قلت له ايه يعني عشان ايه؟ يعني لا ده دلوقتي من اسبوعين. ايه اللي حصل؟ بالعكس ده زمان كنت ما اتكلمش دلوقتي بعور. بس بعور بابتسامه بحضن بزومبه ببوسه ايوه بوسه وهكذا. لكن هو يفهم الكلام اللي انا بقوله اللي بيعور ده بقى اشد من ايه؟ من زمان. فلذلك الامم المتحده نمره واحد مجلس الاستشاري الاقتصادي عندك انت يا فادي ممكن فادي يساعدكم فيه. لو انت مؤسسه في اوروبا مسجل في اوروبا تخش في حاجه اسمها الايكو بتاعت الاتحاد الاوروبي لكل المنح الرئاسيه موجوده فيها الاتحاد الاوروبي. لو انت في امريكا في حاجه اسمها اليو اس اي اي دي. لو انت في كندا كل دوله من الدول دي عندها وزاره للدعم الخارجي. يعني في كندا اسمها سيدا، في السويد اسمها سيدا، في المانيا اسمها جي اي زد، في بريطانيا اسمها ديفيد الى اخره، في امريكا اسمها يو اس اي اي دي وهكذا. لو انت في افريقيا خش في الاتحاد الافريقي في حاجه اسمها ايجاد. الاتحاد الافريقي هتلاقي في الاتحاد الاسيوي في برضك وهكذا. فالامور دي كلها بتعملها احنا في 2000 و من اول 2002 بدانا نفكر ان نعمل كنت انا بقول بكل الحاجات بتاع العلاقات الخارجيه كرئيس للاغاثه. لكن قلنا لا مش هينفع الرئيس يبقى يعمل كل حاجه. عملنا انشانا في 2004 حاجه اسمها وحده العلاقات الدوليه. ها؟ كان مسؤولها في لندن لكن كان ليها مكتب في سويسرا عشان كل مؤسسات الامم المتحده ومكتب ايضا في لندن ومكتب في بروكسل عشان الاتحاد الاوروبي. تعرفوا احنا سجلنا في الاتحاد الاوروبي امتى يا رجاله؟ قولوا امتى؟ امتى يا رجاله؟ امتى يا رجاله؟ امتى يا منز؟ انجليزي يا منز؟ ربنا لا الاتحاد الاوروبي سجلنا فيه بعتنا التسجيل يمكن 2000 ومراسلات الى اخره الى اخره. فانا بقدر الله في سبتمبر 2001 قبل الاحداث ما تحصل قمت رافع سماعه التليفون وقمت متخانق معاهم لانهم بعتوا لنا قالوا احنا لسه بننظر في الاوراق
ومكالمة كانت عنيفة جدا، عنيفة يعني ما تنزلش على مبادئي ها ولا أخلاقياتي. طخ 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 26 أو 27 سبتمبر 2001 جت الموافقة. بالأمر الطبيعي والحدث العالمي اللي حدث في أمريكا في سبتمبر ده كان ممكن إنه يقول لك لا استنى شوية أما نشوف هيحصل إيه، ده بس هما درسوا ملفك قبلها بسنة، لذلك أعطوك الرخصة 26 27 سبتمبر 2001 وبعد كده مددنا عقد الشراكة في إبريل 2002. بناء الشراكات دي بتاخد وقت زي ما انا قلت، مش صورة او محاضرة يجي يتكلم عندك في المحاضرة الى في ناس لا بس اذا حدا يعني حاول يستفسر منك او يسأل طيب. انا عندي نقطة دي طب بس هم يتكلموا لك يلا يا شباب الحمد لله زادت نسبة النساء الى 12%. اذا فينا بس نستفيد من وقتنا معلش نلف على اليمين هيك نمشي لحد جاهز انا بس شوف اللي فيه سؤال دكتور ذكرت انه من ضمن الاستراتيجيات انه هو تحويل المشاريع الاغاثيه الى مشاريع تنميه مستدامه، يعني الكلام جميل لكن في الواقع ما شاهدنا على ارض الواقع بشكل جدي، يعني الى الان الناس عم تذهب الى الاغاثه، الى الان اغاثه يعني عم تحكي عن 70 75 80% كله اغاثه اغاثه اغاثه، علما انه الاغاثه يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني فاذا متى هذا الكلام، يعني اذا متى سوف نبقى في الاغاثه، يعني انت ليش ما يكون انا في عندي خطه، انا في عندي مجتمع خلال 5 سنين دخلوا هيك انا لا بدي ازيد من الدخل تبعه، نسبه المتعلمين في هيك لا لازم نسبه المتعلمين يعني هو ده يمكن ده كان حديث يعني شيء مؤلم، يعني بعد 7 سنين بين سوريا الى الان التعليم نسبه كبيره من الطلاب خارج نطاق التعليم سواء كان في تركيا او في الاردن او في لبنان او حتى في سوريا. وللاسف الكلام ده احنا بدأناه من اكثر من سنتين مع المؤسسة السورية ولم يستمع إلينا أحد، لأنهم كان وراء رونق المال وجاه المال كان بيجروا. أنا مش هضحك بقول لك أنا بقول لك أنا تعبان ليه؟ الكلام ده إحنا قلنا من سنتين يا إخوانا أو من 2014 أو 2015 لدرجة لما عملنا إحنا أول مؤتمر بالسوريين في مصر كان في ديسمبر 2011 مع منظمة التعاون الإسلامي ومع الأمم المتحدة. الثاني كان في الجامعة العربية في مارس 2012. واحد من الشباب جاب لي قال لي بقى كم شهر كده والمقضية أحضر. بصيت له كده قلت له إيه؟ أنا خلاص أنا قلت له إيه؟ قلت له ده القضية لن تحل إلا سياسي. قابلت الشخص ده بجد من شهر الفرد. فجاء سلمه قلت له إيه؟ فكان متقلب ذاك. فالأمر لابد وانت يعني الفكر الجديد اللي احنا عايزين نحطه ايه؟ وده اللي انا كنت دايما بقول للاتحادات، الاتحادات اتحدوا مع بعض ورغموا المتبرع انه يطلع جزء من المال الاغاثي ده للتنميه من اول يوم. ده كل احنا المشكله فينا حضرتك اسمك ايه؟ انس مراد. ها؟ انس مراد. انا الاخ انس. المشكله ان انا جاري ورا المال عشان عايز احقق مشاريع وماشي من جمعيتي مش ببص للرؤيه الاستراتيجيه ان انا اقول المتبرع ده بقى كفايه. وكنت بقول لك كفايه بقى التعذيب وشقه ودموع في فراق ودموع في فراق كمل كفايه بقى مش راضيين يا هم مش يعني انت بتشتكي واللي مش راضي يخش في المنظومه دي عشان يكبر المتبرع هي الجمعيه نفسها ما بدهم مش عايزه. فده وظيفه الاتحادات اللي نتكلم عنها دلوقتي، لابد ان تراجع نفسها وادارها وكل واحد عامل اتحاد 60 70 جمعيه وخلاص عشان الجمعية الفكرية كده ولا كده ولا كده ولا كده ما ينفعش نقعد نشوف احنا هنعمل ايه لوطننا. ولو استلزم ان احنا عايزين اتحاد واحد او اتنين كفاية ونقفل الباقي. لو استلزم ان احنا 4000 جمعية مش هيبقى منهم 500 بس نقفل الباقي. لان انت بتبني وطن. انت بتتكلم على مشاعر البني ادمين مش حجارة. وخدت؟ ها فالبني ادمين دول انت بتتكلم عنها انك لابد يكون لك وقفة اولا مع نفسك انت كجمعيه. هل جمع المال مهم ولا اننا نروح نقول يا اخواننا لا ده مش ده غلط، يعني عايز اقول للمتبرع ده ادينا على ربع الفلوس ده للتنميه 10% للتنميه اي حاجه بس لكن كله كده ما ينفعش. انا السنه اللي فاتت في اتحاد المنظمات المجتمع المدني فاكره
من سنه عملت لهم محاضره بتاعت الفورمولا اللي اكتبها معادله هي 66% و 33%. ده من ايه من سنه يعني قلت المحاضره هنا في مش عارف مش فاكر يعني سنه يعني تقريبا. لكن ده قبل كده كنت بعمل التعليم في سوريا ما ينفعش يكون تعليم تقليد. انا اطم وصرخ واعمل زي اول والباقي زي ما ينفعش. التعليم التقليدي ده عايز دوله مستقره. ده بتعمل تعليم مرحلي عشان ال 3 مليون شقه طفل دول اللي كذا ما يطلعوش حد ياخدهم تاني يطلعوا عندهم اصحاب حرف. ها؟ ست اشهر يساعد امه الارمله. يعني تعليم شرعي غلط؟ لا. بس المهنه اللي هياخد فيها ينزل في السوق. فلابد صاحب الجمعيه يعرف ان المجتمع محتاج لحرفه. واخد بالك؟ معايا يا اخي فاضل؟ ايوه معاك يعني صار الناس كثير كانوا عم بهدف انه لازم المخزن مسكر يعني اعذرني يعني غزه محاصره من 11 سنه نسبه الاميه فيها 1%. يعني انا اتكلم عن شيء مطبق يعني مو شيء خيالي يعني. هو المشكله يا اخ انس مش في المانح قدر ما هو فيا انا كجمعيه. انا كجمعيه لو قعدت مع 5-10 جمعيات او 20 اتحاد وقعدت قلت لا المجتمع هيرجع لان المانع عايز يطلع فلوس عشان يرجع يقول للبلد ايه؟ شفتوا انا عملت كذا. دي مش هتنفع الا لما تقول له ايه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. بس اذا نفتح مثال حد في حدا يمكن انا لو كنت متاخره شارك بالنسبه للتعليم انا ك بسوريا كنت مدير ثانوي وهون كمان استلمت اداره وبعدين اشتغلت على ايتام التعليم بشكل طبيعي. للاسف هون رجعنا لورا بدل ما نتحسن نتقدم رجعنا جدا لورا. وانا هلا بشتغل على الايتام بشتغل على الاطفال بالذات على التعليم. للاسف في نسبه كبيره موجوده في اسطنبول بغازي عنتاب رحت على انطاكيا خارج التعليم فقط خاصه الايتام لاعاده اهاليهم. يعني انا من رمضان كان عندي فطور لاطفال ايتام معاقين ببرجله. في طفل عمره 12 سنه هو الوحيد الغير معاق بالعيله عم يشتغل مشان 500 ليره بالشهر. طيب هدول وين الجمعيات؟ وين الناس؟ جزاك الله خير. عبد الرحمن والبنين الاخ معتصم واعتقد طيب دكتور عبد الرحمن ثاني عبد الرحمن كنا مع بعض عبد الرحمن امبارح عبد الرحمن طبعا دكتور كل هالبرامج التنميه وكل هالمحطه بسيطه اذا ما تم تحويل فنحن واقعين بازمه اذا ما تم تحويل المال. سؤالين هل موضوع قرار عدم التحويل الى مؤسسات معينه في بلدان معينه يتم عن طريق البنك المركزي الامريكي ولا عن طريق كيف عم يتم؟ لانه عم مو عبر الازمات. ثانيا التبرع والله نحن حاولنا نعمله في لبنان ولكن كان جواب البنك انه بيتخوف انه بينتموا لي لانها بيقول لك انا ما بعرف المصاري من وين عم تجي تنيج اي شخص يدفع يتنيج اي شخص يحط المصاري فلما اذا كنت تعمل اي حضور بده يكون في ام اي يو موقعه المصدر معروف منين الهدف معروف منين المشروع وكيفيه الصرف اما التبرع اونلاين بيقول لك انا ما بعرف كيف حيجي المال وما بعتقد هو يمكن لشيء صغير او بارت معين يكون شيء حلو المشاريع الكبيرة لو بتكون غطية والله بتكون طيب. السؤال الأولاني بعد 11 سبتمبر اسمها التريجر الأمريكي اسمه بالعربي ايه؟ الخزينة الأمريكية طلعت سياسات خلت رؤساء البنوك في العالم يعني ايه عندهم تبول غير من كمية المليارات انت شغال؟ تبول غير ارادي فقال له قال لك واصبح ينفخ مش في الايس كريم مش في الزبادي في الايس كريم يقول لك الايس كريم ده ايه؟ حرب بالك؟ فلذلك البنك بيعمل ايه؟ البنك خايف اي دوله من الدول دي تاخده وتدفعه غرامه مليار او 2 أو 10 زي ما بعض الايه؟ البنوك دفعوا قبل كده فتروح انت للتليجرام في امريكا يقول لك احنا مالناش دعوه ده البنك فاصبحت مسؤوليه التحويل على مين؟ على اللي بيمضي على طلب التحويل لو مدير البنك نفسه. يعني فتحنا مثلا للصومال جمعيه في 2011
خلت 3 ايام مع تشارج كوميشن. رحنا البنك، البنك متخانق مع البنك، قلت له ده الحكومه عملت كذا وكذا وكذا، بقى عملنا ان كلمه الصومال عند البنك خط احمر، كلمه سوري عند البنك خط احمر الى اخره. فده بالنسبه لايه للسؤال الاول. السؤال الثاني، كونك انت في لبنان البنك بتاعك اصلا مرعوب، اخبر حضرتك في بنك ثاني مش هيكون مرعوب، كونك انت اسمك معين، صلي على النبي نجيب اسمك ورئيسك معين ورئيستك معينه وكلها بطيخ فحطيخ ومش عارف ايه، في حاجه اخر بطيخ اسمه حطيخ، فطبعا البنك عارفك لان انت في انت مثلا في تركيا وعارفك ان انت اللي عامل فيها حتى فيها مصاعي اسمها ذكيه الارهابيه عارفها بتاعت مش عارف والله اسم البطل يعني. المهم هو عارفك فبيديك دي ليه؟ لان هو عارفك. لكن تخش على الصليب الاحمر اللي عندك مفيش، لو عمل اونلاين دونيشن هيروح، لسه اونلاين دونيشن في الكويت بتاع الدايركت ايد تعرف عمل لمه كام في اخر 3 4 ايام في رمضان؟ اللي هي العون المباشر اللي كان قبل كده هذاك المسلم لموا الصومال الابار ولموا قبل كده بعض المدارس والمساجد عشان 3 مليون ونص دينار، يعني 11 مليون دولار ما شاء الله. دي في الكويت الاونلاين محصور في الداخلي وكمان ده داخلي، يعني ما بقدر انا من هون اتبرع لهم كمان ده داخلي اذا كانت الفيزا ما دوليه. وفي فيزا الخليج ما اخذ غير الزكاه بس مؤسستين اخذين يعني تركيا تقدر تاخذها بس محليه. اه واخد بالك بغض النظر بس عشان تقعد في تركيا والناس تتبرع لك انت اصلا وجهتك تركيا والناس عارفاك. فذاك اللي هو في لبنان انا فاهم، فهمت الكلام عن اي جمعيه وهو الناس عارفينك ومش انت شخصيا يعني، الناس عارفينك في لبنان وانت كذا وانت كذا وانت كذا وحضرت فلان وحضرت فلان وحضرت لي علان فصاحب البنك بيكون خايف منك اصلا بس بيقول لك بادب. بس كان في تعقيد بسيط، سبب انكماش كثير للمؤسسات السوريه بالذات بخصوص الانضمام للمنابر والمحافل الدوليه، لأن هذه المنابر والمحافل أصلاً تتبع الحكومات هي ضد القضية السورية بالأساس، فكيف بدي أوفق أنا بين دخولي لهي المنابر وبين أو المحافل وبين إنه هي رح تخدم قضيتي بالأصل؟ أنا وصل السؤال؟ وصل. أنا ماليش دعوة بالقضية السياسية. أولاً أنا قلت الكلام ده. وأخبر حضرتك أنا في بعض المسؤولين من بعض الدول اعترضوا على وجودي في مؤتمر ما. كنا احنا وانا شخصيا من احد الناس اللي اجبروا هذه المؤسسه الدوليه بعملها انها تاخد كل المخرجات اللي طلعناها من حيثيات المؤتمر. يعني السؤال بلاقي حضرتك انه احنا ما تحولنا الادوات لخدمه قضيتهم اذا دخلنا العمليه مش قضيه او قضيه، العمليه ان انا عندي رؤيه. في الرؤيه دي انا بنفذ لهذا الامر عشان ممكن اخفف من سموم الراي الاخر. المؤتمر يقول لك اقدم ازاي؟ هقول له ايه؟ خدت بالك؟ فذلك لابد 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 وصل هو لابد وصل لابد وصل اسمه لابد لابد محمد عبد الواحد واخد بالك؟ لابد تخش ادخلوا عليا الباب فان دخلتموه فانكم ان شاء الله غالبون خلص. بس اخر شيء على مختصر سريع انا كان عندي تعليقين اسمي حازم ابو حازم مره الطريق الأول بالنسبة لموضوع يعني الالتزام بالسياسة الجمعية في منابر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا عم نحكي في عمل في دول الحرية عنوان مهم لعمل الأفراد والمؤسسات، وهذا أنا يعني تحول في بعض المؤسسات المدنية وكأنه عم يشتغل الواحد في حزب سياسي وعمل يعني في نظام الداخل للمؤسسة في الاستراتيجية تبع المؤسسة متفقين عليها، ولكن هذا يعني أنا عندي هيك تحفظ عليه إنه ممكن يفوت في باب مصادرة الرأي. الموضوع الثاني موضوع الاندماج، أنا بتوقع كمان إحنا في موضوع الثورة السورية أو الصراع
الصراع في سوريا والأزمة للإنسان السوري، نحن ما زلنا للأسف في مرحلة عكس الاندماج. المؤسسات ما زالت تتفرع من المؤسسات، إذا صار في اختلاف صغير في المؤسسة يخرج مدير أو منظم ويؤسس مؤسسة جديدة. التجربة في بريطانيا الآن، أنتم بعد يمكن 25 سنة بدأتوا تبحثوا عن الاندماج. لا بعد 10 سنين بعد غير الأساس. للأسف في سوريا ما زال يعني عم تتفرع مؤسسات، يمكن ال 2000 يصيروا 10,000 في تركيا لوحدها. خلصت. هو أنا النقطة تبعي هي ممكن الاتفاق مع مؤسسات ليس ذات طابع سياسي، نعرف في مؤسسات هي يعني في خلفية، في لون سياسي خلفها، في جهة إن كانت سياسية أو حزبية أو دعوية. هو بالنسبة للنقطة الأولانية، مش معنى ان في مناخ الحريه انك تقول اي حاجه. مش في اوروبا في مناخ الحريه وامريكا ما يقولوش اي حاجه. انت طالما دخلت في مؤسسه انت ملتزم بسياستها، والا مع السلامه. مشكله في المؤسسات بتاعتنا احنا انها ما عندهاش بوصله توجهك بيها. طب بالك، وده حصل في احد المؤسسات دون ذكر اسمها. كلمتهم من سنتين ثلاثة على بعض الموظفين اللي عندها صراحة. من عمل في العمل الإنساني لابد أن يفهم في السياسة شيء، لكن يكون له توجه سياسي شيء ثاني. في مصطلحات بتستعملها، في ما بتستعملش كلمة كذا، بتستعمل كلمة كذا. لذلك بقول لك ارجع لإذا هو معايير الإنسانية اللي حطيتها في السلم الأحمر اللي نحن نختلف معها او معاها في اي شيء. النقطه الثانيه اللي انت قلتها فيها ايه؟ الاندماج. الاندماج انا بتكلم عليه ليه؟ شوف انا مش بقول لك انا جايب لك قران عشان تاخده يا هتكفر يا هتسلم، لا انا بقول لك هكذا العالم. اردت ان تلتزم بيه انت حر. يعني كنت في انطاكيا السنه دي بتكلم، فحصل ثوره كده واخت قالت في بعض الجماعات المسلحه اللي كذا كذا طلعوا عليك انا هيذبحوك. قلت خلاص اخت اعتذرت. بص حدود وحطيت لهم بعض النقاط ده، ده ما ينفعش احنا عندنا كذا. قلت بقول لك ايه؟ العالم اللي انت عايش فيه ده مش هو كل العالم. العالم اللي بره يختلف عن عالمك انت. اخرج وشوف الناس عايشه ازاي وبتفكر ازاي وبتقرر في سياسه دولتك ازاي. نرجع للنقطه بتاعت حضرتك. حينما يقرر في سياسه معينه لابد ان تكون جزء من المطبخ مش جزء من الحضور. مش هنكون احنا دواء هي مشكله. لا ما انت الغاز الاسلاميه لما دخلت 92 او 93 كنا نفس كده. دلوقتي العدد كبر وهيكبر يا اخي الفاضل. ما فيش مجتمع بينمو من عشيه وضحاها. الرسول صلى الله عليه وسلم خد 23 سنه. سيدنا يوسف خد 15 سنه. دول معيدين من السماء. سيدنا موسى عشان يخرج بني اسرائيل خد كام سنه؟ كان 20 او 30 سنه عشان يخرج. بعدين ايه؟ سابوه وعبدوا العجل. دول انبياء. سيدنا اسمه كده العلي ايوب 18 سنه صبر عشان ربنا يشفيه ويرجع له صحته مره ثانيه. فلما ننظر للمثل انت بتاع مجتمع. انا بس هو اللطم الحرام مش كده؟ المجتمع لا يبنى بقرار ولا يبنى بين عشيه وضحاها ولا يبنى بفصيل واحد ابدا. أنا كنت لسه مع المصريين من كام يوم. دوم انتوا عارفين ان في مصر في ملحدين؟ طب ما هتيجي تكون مجتمع هتقول دول ملحدين دول ايه؟ يوم دول. لأ انت لازم على حسب كميتهم قد ايه او وجودهم قد ايه او هتستشيرهم لانهم جزء من ايه؟ من المجتمع. لابد اللي زينا بيشتغل في عمل انساني المجتمعي يعرف كافه المكونات المجتمعيه اللي موجوده عشان يصير يتعامل معها. احنا خلاص اروح يعني؟ لا ما فيش. الله يجزيك الخير دكتور، يعطيك الف عافيه. طبعا الكلام مع الدكتور يعني لو واحد بس جلس وسمع من خبرته ممكن يقعد 24 ساعه ما ينام. انا مثل ما بقول اذا حضر الماء بطل التيمم. بس بدي اقول لكم على مساله لما ذكر الدكتور انه نحن نفهم السياسه لا نتدخل بالسياسه. المساله
انك المؤسسات والجمعيات كلها عندها صفحات تواصل اجتماعي، عندها صفحات ويب سايت. لما انت بدك تروح تتعامل مع اي مؤسسه سواء محليه او خارجيه، هي بتجي بتاخد ما يسمى عنك بحث وتحري. البحث التحري بيصير بمؤسسات عالميه، تمام؟ كيف؟ بانه هالمؤسسه العالميه بتعمل سكان للويب سايت تبعيتك وبعدين بتشيلك. فبالتالي انت دخلت المنطقه الحمراء او السوداء شئت ام ابيت. فبالتالي اهتمامنا بانه نحن شو بنحط على صفحات الويب سايت او التواصل الاجتماعي مهم جدا، انك تكون بعيد عن السياسه، تكون شفاف، تكون غير متصل بحدا. انا يمكن حدا مني سمع هالكلام من قبل، بس برجع بقوله، انا شفت صفحات، انا شخص شفت صفحات لجمعيات هون موجوده بتركيا ما ممكن انه يقبل فيها عند المؤسسات العالميه الخارجيه. المؤسسات الخارجيه لما عم تعمل سكان مسح لصفحتك، ما عم تعمل سكان انا انسان روبوت. الروبوت ما بيفهم شيء، بيفهم حاطين له برنامج كلمه كذا كلمه كذا، شالك من هون حطك على اللائحه السوداء، انت صرت على اللائحه السوداء. فانا هذه ارجو انه تكون نصيحه. المساله الثانيه، الاخ سال عن المنصات الدوليه. في المؤسسه الدوليه للهلال والصليب الاحمر الدولي، انك انت ممكن تمضي على مدونه السلوك وتحط انك انت موقع على مدونه السلوك. هذه انا بوجهه نظري شغله ايجابيه لمؤسستك، انك انت ملتزم بهالمعايير. المؤسسات اللي بتتعامل معها لما تشوفك موقع عليها فبتكون كمان مساله ايجابيه. الله يجزيكم الخير. ما في شيء ثاني انا اكثر بدي اقوله، بس Summary. Well, basically, I was talking about the issue of understanding politics but not getting involved in it. And since we are charitable organizations, we have to be careful about what we put on our social media as well as our website. The thing is that any organization want to apply for international donor, that donor would get a report about you from him. A third party. That third party actually use robot to scan your website, and this website, if there's anything on your website which is not considerably to be humanitarian, they will put you in the red. If you are on that list, so you are straight away excluded. And so many people, unfortunately, they might have been doing it unwillingly, not knowing about it. This is why they have to be really, really careful about what they have on the social media as well as what they have on their website. الفقرة الجاية يا شباب، عشان نقدم الفقرة الجاية، يعني احنا الورشة النهاردة مش ورشة زي اللي كنا نعملها قبل كده تدريب، لا، هي ورشة بحثية علشان نناقش موضوع اللي هو أسباب أو المخاطر من عدم القدرة على تحويل الأموال. يعني دي أحد اللي هي الأشياء اللي احنا نفكر فيها من كام سنة كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وجاي الحمد لله معانا النهاردة المنتدى الإنساني، طبعا انتوا عارفين ان انا منه، في البروفيسور ستيوارت من جامعه بتاعت اللي هي لندن سكول اوف ايكونوميك، ومعاه اليس ومعاه هاري، عشان ايه؟ بحث هو لن تكتب فيه لا اسماء جمعيات ولا حيثيات جمعيات، الا هتكتب فيه المخاطر اللي انتوا هتناقشوها معاهم بالتفصيل. ومعانا الدكتور رائد. الدكتور رائد هو استاذي في العلوم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والإعلامية والسينمائية والهوليوودية والبوليوودية إلى آخره. أستاذنا كلنا دكتور. أنا بقى. فدي هتبقى بعد البريك إن شاء الله، هيبقى في جلسة عامة وبعد ما كده هتكون من أراد منكم جمعيات تقعد واحد واحد عشان يتكلم عن القضية بالتفصيل، ولن يذكر لاسم جمعية ولا اشياء بقدر ما سيذكر على ايه الحجم تعطيل اعمال والاموال دي بالنسبه لنا. ده اللي احنا عايزين نعمله كجزء من المؤتمر اللي هيكون في نهايه العام، وهي ورقه بحثيه لا يذكر فيها اسماء. الان هنكون بريك نص ساعه، بس نرجو انه نرجع 11 وربع، في مرطبات وشاي وقهوه برا. بس انا حوسع شوي باللي ذكر الدكتور هاني. الان نحن بدنا ننقسم العدد الموجود 18، مين طليق باللغه الانجليزيه؟ لا يعني مين حيفهم باللغه الانجليزيه ويتحدث فيها؟ هذا إيه طليق في اللغه فينا طليق لا لا، هو المتحدث، يعني مين عنده الاستطاعه انه يتحدث بالانجليزي براحته؟ طبحه ثلاثه. وي نيد 6 بيبل
بدنا ست أشخاص. نحن بدنا صراحة ننقسم إلى ثلاث جلسات، جلسة هون، جلسة بالغرفة الثانية، جلسة بالغرفة الثالثة. كل جلسة فيها ستة، رح يكون في معنا دكتور ستيوارت أو أحد الباحثين، تمام؟ وبده يصير هلا كمان طالبين إنه هل في مجال تسجيل المحادثة؟ ليش؟ لأنه إذا بدهم عايد يفرغوا المعلومات بتكون أسهل بالنسبة لكم. إذا في عندكم مانع قولوا لهم لو سمحتوا ما تسجلوا. هاي شغلة تانية، كما ذكر الدكتور هاني وكما هن يعني الدكتور ستيوارت والفريق تاعه في معايير يعني أدبية أكاديمية، فالأسماء لا تذكر، مؤسسات لا تذكر، هذه حتى يعني حسب ما ذكر الدكتور ستيوارت امبارح إنه تقريره رح يعرضوا علينا بالأول قبل ما حتى يطلع للعام، فلو كان في أي شيء نحن حيكون لنا تدخل فيه من المنتدى الإنساني، تمام؟ المقابلات اللي هي حتصير، نحن الساعة واحدة برنامجنا الثاني رح يكون ساعتين، بعدين رح نكون الساعة واحدة بينتهي البرنامج الصباحي، البرنامج اللي بعد الظهر بيبدأ الساعة تنتين فقط ستة مؤسسات ممكن إنه يتوقف إذا في عدد من هو يعني من 3 ل 6 7 مش مشكلة عدد يعني. إحنا ال 1 to 1 session أو هو البرنامج المسائي للمؤسسات اللي عندها حالات دراسية فعلاً واجهة مشاكل وعندها حالة دراسية هي حابة يعني تضاف لهذا التقرير وتعرض يعني في تقرير، فبالتالي حالة مش كمؤسسة. يعني أنا صار معي ستوري، صار معي قصة تحويل أموال مثلاً تأخرت، المشروع وقف، عندي ضحايا فيكتيمز لهذا الكلام، فهذا بدنا نعمله أدريسينج بعد في بعد الساعتين في المساء. بس في شغلة مهمة، الموضوع التسجيل هو إلنا كباحثين بيفيدنا جدا، لأنه ما حنقدر نكتب كل شيء أنت بتحكيه وكل نقطة إحنا بنطرق لها، فأرجو إنكم تسمحوا لنا بذلك. واللي مش هيسمح هو خلاص واللي مش لا طبعا، بس إحنا بنحب نطمنكم يعني. بس هاي الورقة بس اللي أعطيتكم إياها بس إنه موافقة منكم على المشاركة في البرنامج، فلو ناخذها منكم قبل ما نبدأ الجلسة الأخرى.